تخلدوا في الأرض كالأقمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين، مساء الخير عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سفن النجاة، برنامج المسابقات القرآنية. تحية طيبة لكل من يتابعنا الآن عبر شاشة قناة كربلاء الفضائية. أحبتي المشاهدين، ذكركم أنه تقدرون تتواصلون ويانا وتشتركون بالمسابقات. ذكركم أنه عندنا عدة مسابقات، المسابقة الأولى هي من خلال الاتصال المباشر على الأرقام الخاصة بالبرنامج، وكل مشترك نطرح عليه مجموعة من الأسئلة وتكون ثلاثة أسئلة تحديدا، واللي يجيب على هذه الأسئلة يربح ويانا جائزة مقدمة من جامعة الوارث ومطبعة الوارث، يستلمها إن شاء الله من مقر القناة. عندنا مسابقة أخرى واللي هي مسابقة أسئلة السرعة اللي عادة نطرحها في نهاية كل حلقة، وهذه المسابقة تعتمد على السرعة والدقة في الإجابة. نطرح آيتان لكل متصل أو آية لكل متصل، وعلى المتصل أن يقرأ هذه الآية بصورة صحيحة وسريعة، واللي يقراها طبعا بسرعة يربح ويانا جائزة أيضا مقدمة من جامعة الوارث ومطبعة الوارث. عندنا أيضا مسابقة أخرى واللي هي مسابقة سؤال الأسبوع، وإحنا طبعا في كل أسبوع نطرح سؤال أسبوعي، وهذا السؤال في نهاية الأسبوع أو بداية أسبوع جديد نجري قرعة بالأسماء اللي مشتركة ويانا واللي راسلة الإجابة الصحيحة. أحبتي المشاهدين، مثل ما متعودين بداية حلقتنا تكون بسرد قصة قصيرة لأحد الأنبياء والمرسلين أو قصة من القرآن الكريم، ونذكركم أنه الحلقات الأخيرة كانت مختصة بسرد القصص للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحياته والمعارك التي يخوضها. اليوم إن شاء الله ستكون قصتنا عن معركة بدر التي كانت مع رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كما تعلمون أن قصة معركة بدر حدثت في أو ذكرت هذه القصة تحديدا في سورة الأنفال في القرآن الكريم، وبدر هي منطقة تقع بين المدينة المنورة ومكة المكرمة. ومضمون هذه القصة يقال أنه في أحد الأيام كان أبو سفيان كبار قريش أو كبار مكة عائدا من قافلته أو برفقة قافلة من المدينة متجها أو من الشام متجها إلى المدينة، وكانت هذه القافلة عدد الرجال فيها تقريبا 40 رجل، وكانت محملة بثروة كبيرة وأموال كثيرة كانت تقدر في ذلك الوقت ب50,000 دينار. طيب، فالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم استعد لمواجهة هذه القافلة التي تحمل معها أموال المسلمين التي استولوا عليها عندما هاجروا من مكة إلى المدينة المنورة. فأراد النبي محمد أن يوجه لهم ضربة اقتصادية وعسكرية في نفس الوقت لاسترجاع هذه الأموال. طيب، أبو سفيان علم بأن النبي مصر على مواجهته، فأرسل رجلا ويمثله إلى مكة المكرمة ليخبرهم بما حدث أو الأحداث التي ستكون قريبا. طيب، هذا الرجل ذهب بطريقة مثيرة جدا، يقال أنه خرم أنف بعيره أجلكم الله وقص أذنيه وبدأ الدماء تسيل على وجه البعير، وركب على البعير أجلكم الله يعني عكس ما يركبه الناس، أي أن ظهره كان متجها إلى رقبة البعير ووجهه إلى خلف البعير. طيب، سار إلى المدينة، وعندما وصل إلى مكة المكرمة طبعا الأسباب في ذلك هو ليلفت انتباه الناس، وعندما وصل صرخ بصوت عالي، وكان مضمون صراخه وكلامه أنه يوجه الناس إلى أن يحذروا من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنه سيقف بوجههم ويهدد مصالحهم. والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان عدد رجاله في ذلك الوقت 313 رجل، على عكس المشركين وقافلة أبو سفيان وأبو جهل كانوا وصل عددهم إلى 1000 شخص تقريبا بعد أن عززوا بمجموعة من الرجال. طيب، بعد ذلك عندما النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى أبو جهل وإصراره على القتال، تشاور مع أصحابه وقال لهم هل نقاتلهم ونأخذ الأموال أم نذهب نأخذ الأموال فقط.
فبعضهم قال أن نذهب لنقاتلهم لأن هذه الأموال هي أموالنا وحقنا يجب أن نسترده بالقوة، وبعض الآخر قال بأنه يجب أن نأخذ الأموال فقط ولا يمكن أن نقاتلهم ولا نريد القتال. وفي الحقيقة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس كان يرغب بقتالهم، إلا أن إصرار أبي جهل على القتال دفعه إلى ذلك. طيب، بعد ذلك يقال أن أبو سفيان كان يريد أن يتهرب من هذه المعركة وخائفا جدا، على الرغم من الفرق بين العدة والعدد، كان عددهم كبير جدا ومجهزين بالسلاح، إلا أنه كان خائفا من هذه المعركة وأراد أن يتخذ طريقا آخر، ولكن أبو جهل كان مصرا على القتال. فالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما رأى إصرار أبو جهل جلس مع المسلمين، عندما رآهم قلقين جدا وخائفين بعض الشيء ولا ينامون، جلس معهم وقال لهم إن الله سبحانه وتعالى سيرسل لنا ملائكة تقاتل معنا فلا تقلقوا. لذلك هدأوا وناموا وعلى أمل أن الله سبحانه وتعالى سينصرهم في اليوم التالي. والمشكلة الأخرى أن أرض بدر كانت هي أرض رملية غير صالحة للقتال، لذلك الله سبحانه وتعالى أنزل المطر في تلك الليلة لتصبح هذه الأرض صلبة وقوية وصالحة للقتال. ويقال أن في جهة المشركين كان المطر قوي جدا، لذلك أربكهم وأدخل بعض الرعب في قلوبهم. الشيء الجديد الذي حصل عليه المسلمين في ذلك الوقت أن طبعا حصلوا عليه من الجواسيس أو الذين كانوا يتسللون إلى مناطق العدو، رأوا أن العدو كان مربكا وخائفا وقلق جدا، وكانت يعني ليست لهم كلمة موحدة، لذلك كان هذا الخبر مفرحا للمسلمين، لأن الجيش مهما كان عدده كبير ومهما كان مجهزا ولم يوحد صفوفه فسيخسر المعركة حتما. ويعني وصل الحال إلى أن تشب يعني نار المعركة وتشتعل، فحدثت معركة كبيرة جدا، فقاتل فيها الحمزة عم النبي، وقاتل فيها الإمام علي عليه السلام الذي كان أصغرهم سنا في تلك المعركة، فواجه كبار القادة قادة قريش، واستطاعوا أن ينتصروا في هذه المعركة المسلمين نصرا عظيما، واستطاعوا أن يقتلوا 70 رجلا ويؤسروا 70 رجلا من المشركين. ويقال أن الله سبحانه وتعالى أو الشيء الذي كان سببا رئيسيا في فوزهم إضافة إلى إصرارهم ومهارتهم وإيمانهم بالله سبحانه وتعالى، أن النبي في تلك اللحظة دعا الله سبحانه وتعالى بأن ينصرهم، فيقال أنه هبت ريح قوية في ذلك الوقت بوجه المشركين فأربكتهم وأدخلت الخوف والرعب في قلوبهم وتلاشت صفوفهم، لذلك استطاع المسلمين أن يحققوا نصرا ساحقا في هذه المعركة، معركة بدر، مع الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي المشاهدين، وصلت قصتنا إلى النهاية، سنذهب إلى فاصل قصير، بعدها نواصل برنامجنا، انتظرونا. سفن النجاة، سفن النجاة. قد تجلى في علاه وحده فيها انفرد. قل هو الله أحد، خالق الخلق قدير، لم يلد قط ولد، لا ولم يولد لأم أو أب من صلب جاد. ما له في الكون كفء، ربنا يدعى الصمد. هو
في كل مكان وزمان دون حد، ليس لله شريك لا ولا ضد وان. قل هو الله أحد، ليس قبل الله شيء لا ولا بعد أحد، ليس مثل الله شيء جل عن وصف يعد. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، لا بتأويل العدد، قد تجلى في علاه وحده فيها الفرد. قل هو الله أحد، إن كنه الله سر أزلي للأبد، صورة الإخلاص فيها خير وصف يعتمد. ما لنا وصف سواه غير ما عنه ورد، لو قرأناها ثلاثا جاء عن طه سند، فكأن قد ختمنا الذكر والقلب سجد. قل هو الله أحد، إن وعد الله حق وسنلقى ما وعد. قل هو الله أحد، لا بتأويل العدد. مرحبا بكم أحبتي المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير. أحبتي المشاهدين، نستأنف وياكم فقرات برنامجنا، ووصلنا وياكم بما أنه اليوم أحد، اليوم إن شاء الله عندنا قرعة. طبعا سؤالنا الأسبوعي الماضي سيظهر الآن على الشاشة. سؤالنا كان للأسبوع الماضي يقول: كم مرة ورد اسم الوهاب في القرآن الكريم؟ كم مرة ورد اسم الوهاب في القرآن الكريم؟ وكانت الإجابة الصحيحة هي ثلاث مرات. ثلاث مرات ذكر اسم الله سبحانه وتعالى الوهاب في القرآن الكريم، ووردتنا مجموعة من الأسماء اللي اشتركت ويانا واللي جاوبوا بالجواب الصحيح، ووصل موعدنا إلى إجراء القرعة بالأسماء اللي وصلتنا. طبعا خلينا نشوف اليوم منو سعيد الحظ اللي راح يربح ويانا بالسؤال الأسبوعي، بعدها نطرح سؤال أسبوعي جديد. يا الله، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، واخترنا اسم واحد. طبعا اللي فاز ويانا واللي سعيد الحظ اللي هو أو اللي هي فاطمة سامر كامل من محافظة بابل. فاطمة سامر كامل من محافظة بابل، مبارك إليك يا فاطمة، ربحت ويانا جائزة مقدمة من شركة عراق سيل للاتصالات. إن شاء الله تتفضلون بأقرب فرصة إن شاء الله وتستلموها إن شاء الله من مقر القناة. مبارك إليك يا فاطمة، وإن شاء الله نتمنى حظ أوفر للي الأسماء اللي اشتركت ويانا. هو هذا قرار أو شروط القرعة، لازم يفوز ويانا متسابق واحد فقط. إذن أحبتي المشاهدين، الفرصة موجودة إن شاء الله وبرنامجنا مستمر. عندنا سؤال أسبوعي جديد سيظهر الآن على الشاشة، بإمكانكم الاشتراك بهذا السؤال. سؤالنا الجديد يقول: كم مرة ورد اسم الغفور في القرآن الكريم؟ كم مرة ورد؟ سفن النجاة. جدد رواية الحزن عهدا، واندب المرأة التليدة مجدا، وانشد الشعر بالأنين بكاء،
في التي ناصرت حسين المفدى. قدمت صفوة الكرام فداء يوم عاشور حين واسته ولدا. هي أم البنين طابت عطاء، ولبنت النبي كانت مودة. ناصرت ثورة الحسين إماما، وفدت دونه البواسل أسدا. يوم عباسها أعز البرايا، رابط الجأش للجيوش تحدى. يا الله، مرحبا بكم أحبتي المشاهدين من جديد. عذرا حدث خلل بسيط في الصوت، وعدنا ياكم من جديد. نذكركم أنه اللي فازت يوانا بالقرعة هي المتسابقة فاطمة سامر كامل من محافظة بابل. نقول لك مبارك لك يا فاطمة، ربحت يوانا الجائزة، إن شاء الله تتفضلين إلى مقر القناة تستلمين الجائزة. ونعيد عليكم إن شاء الله أحبة المشاهدين سؤالنا الأسبوعي الجديد لهذا الأسبوع. طبعا نعم، ظهر السؤال على الشاشة. السؤال يقول: كم مرة ورد اسم الغفور في القرآن الكريم؟ اللي يحب يشارك في هذا السؤال يرسل اسمه الثلاثي والمحافظة وأيضا الإجابة الصحيحة على الرقم الظاهر أسفل الشاشة، وإن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله في نفس هذا الموعد، نفس هذا اليوم، إن شاء الله نجري قرعة بالأسماء اللي ترسل لنا الإجابة الصحيحة. طبعا تنويه بسيط، هنالك بعض المتسابقين يرسل اسم الثنائي أو يرسل الاسم من دون محافظة، أو بعض يكتب أبو فلان. طبعا هذه الأسماء كلها تستبعد عن المسابقة، يجب أن يرسل اسم الثلاثي والمحافظة والإجابة الصحيحة حتى يدخل اسمه بالقرعة. أحبة المشاهدين، وصلنا وياكم إلى أنه نرحب بضيفنا هذه الحلقة. طبعا هذه الحلقة هو ضيفنا الأستاذ قارئ القرآن الكريم محمد الحكيم. مساء الخير عليك يا أستاذ. مساء الخير أستاذ مهند، وإلى جميع الكادر موفقين إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم. طبعا نرحب بكم من جديد، تشاركتونا في الحلقات السابقة، الله يحفظكم، ونتشرف بكم إن شاء الله ضيفا عزيزا في حلقتنا. أستاذ محمد، راح أترك لك بعض الدقائق قبل لا نذهب إلى الاتصالات ونسمع بعض آيات القرآن الكريم بصوتك. إن شاء الله إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قيل: يا رسول الله، وما جلاؤها؟ قال: قراءة القرآن. نعم، للمتابعة صفحة 597 سورة التين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم بسم الله الرحمن الرحيم.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. نعم. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أحسنت. نعم سيد محمد. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي. صدق الله العلي العظيم. أحسنت. بارك أحسن الله فيك. طيب الله أنفاسك. الله شكرا جزيلا لك على هذه القراءة المباركة. الله يحفظكم أستاذ. طيب أستاذ محمد إحنا راح نستقبل الاتصالات إن شاء الله حتى نذكرك. نعم. يعني هنالك وسيلة مساعدة ووسيلة مساعدة تكون من خلالك إن شاء الله إذا طلب المتصل إن شاء الله لسؤال واحد فقط. طبعا موفقين. أحبتي المشاهدين متواصلين معكم إن شاء الله وراح نستقبل الاتصالات المباشرة. نعم عندنا اتصال هاتفي ويانا الاتصال الأول ويانا حيدر من بابل. السلام عليكم يا حيدر. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك حيدر. حيدر تمشاركنا أعتقد. أي نعم. أهلا وسهلا بك لأن هذا الصوت مو غريب علي. الله يخليك. طيب حيدر إن شاء الله اليوم مستعد للإجراء المسابقة إن شاء الله. إن شاء الله نقول بسم الله نبلش بالسؤال الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله بسم الله. إذن أحبتي المشاهدين إن شاء الله نبلش بمجموعة الأسئلة الخاصة بحيدر ونبدأ بالسؤال الأول. طيب سؤالنا الأول يقول في أي سورة ذكرت الآية الآتية أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيئ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا
لله وهم داخرون. طيب خلينا نشوف الاختيارات. الاختيارات هل هي سورة البروج أم سورة النحل أم سورة العنكبوت أم سورة النور؟ أين ذكرت هذه الآية يا حيدر؟ سورة النحل. زين، متأكد من عدها حيدر؟ إن شاء الله متأكد. زين، يعني نثبت لو ننتظر الوقت. شنو رأيك؟ وسيلة مساعدة. نأخذ وسيلة مساعدة؟ ماشي. يلا، أنت ما متأكد من الإجابة؟ ما متأكد. يلا أي، خلينا نشوف أستاذ محمد شو يقول. نعم، تحياتي للأخ المشارك. الإجابة الصحيحة تكون بين الجواب الأول والثاني، بين الجواب الأول والثاني. يلا حيدر، إيش تختار؟ إن شاء الله البروج. زين، هو هسه احنا بعد أنا أطلب من عندك إنه لازم تثبت، يعني نثبت على البروج لو على النحل؟ على النحل إن شاء الله. على النحل. نثبت على النحل إن شاء الله. إذن حيدر يقول نثبت على سورة النحل، وأحسنت يا حيدر، هي الإجابة الصحيحة. طيب، يعني تلحقناك بآخر فقرة رحت على المروج، تمام؟ طيب يلا خير إن شاء الله، باعتبار أنت أول متصل إن شاء الله. يلا خلينا نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: من كم آية تتألف سورة المائدة؟ من كم آية تتألف سورة المائدة؟ 110 لو 116 لو 120 لو 123 آية. لأنك القرآن الكريم يمكن تقدر تشوف 120. زين، 120 آية. هاي من معلوماتك أنت تعرفها حيدر؟ لا لا، من التليفون. ها تمام، يعني نثبت على الإجابة هاي حيدر؟ إن شاء الله إن شاء الله. إذن حيدر يقول 120 آية، وأحسنت يا حيدر، أيضا إجابة صحيحة. يلا عندنا سؤال واحد إن شاء الله، وإن شاء الله تربح ويانا الجائزة. خلينا نشوف السؤال الثالث شنو يقول، وهذا اللي ذكرته بالقصة: كم كان عدد المسلمين في معركة بدر؟ خلينا نشوف الإجابات أو الاختيارات. 310 لو 313 لو 318 لو 313. طيب، يعني عددهم كعدد أصحاب الإمام المهدي. الإمام المهدي. طيب، إذا نثبت على الإجابة. إن شاء الله. نثبت على الإجابة، ومبارك لك يا حيدر، ربحت ويانا الجائزة، وشكرا جزيلا لاتصالك. شكرا لك. أهلا وسهلا بكم. أحبتي المشاهدين، متواصلين وياكم باستقبال اتصالاتكم، وأعتقد عندنا اتصال هاتفي. طيب، عندنا أم شيماء من محافظة كربلاء. مساء الخير عليك يا أم شيماء. مساء العافية والنور عليكم. أهلا وسهلا بيك، افتقدناك ذيك الحلقة أم شيماء. ما افتقدلون يوم يا حلقة من اللي ما يقبل؟ لا لا، ماكو هيك، لا مستحيل، لا ماكو من ما يقبل، لا بالعكس، احنا نتشرف بكم كل يوم تتصلون علينا. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم، أنتم يعني من المتصلين والمشاركين الدائمين للبرنامج، فأي حلقة ما موجودين بها نحس أنه أكو بلي رحال هذا اليوم. بلي احنا من يوم الرحال. أها، يا أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم، نتشرف هذا اليوم احنا مشاركين وياكم. أهلا وسهلا، نتشرف بكم أم شيماء. يلا أم شيماء، مستعدة إن شاء الله نروح مباشرة الأسئلة؟ يلا على بركة الله. يلا مباشرة ويا أم شيماء، ونبدي بالسؤال الأول. السؤال الأول يقول: في أي سورة ذكرت هذه الآية: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين؟ خلينا نشوف الاختيارات. هل ذكرت هذه الآية في سورة الرعد أم سورة الكوثر أم سورة الحشر أم سورة النمل؟ سورة النمل. زين، متأكدة إن شاء الله مشيماء؟ إجاباتك دائما واثقة من عدها ومتأكدة 100%. إن شاء الله. الله يحفظك إن شاء الله. إذن مشيماء تقول سورة النمل، ونقول لها مشيماء أحسنتي، إجابة صحيحة، هي الآية 39 تحديدا. طيب يلا خلينا نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: من القائل في هذه الآية: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وإلى نهاية الآية. نعم، نبي الله إبراهيم عليه السلام. زين، نقرأ الاختيارات شيماء لو متأكدة من الإجابة. لا متأكدة. طيب،
إذن شيماء تقول من قال هذه الآية هو النبي إبراهيم عليه السلام، وأيضا هي إجابة صحيحة. أحسنت يا أم شيماء، الله يحفظكم إن شاء الله. يلا عندنا سؤال ثالث وأخير وبسيط إن شاء الله، وتربحون ويانا الجائزة كالعادة. يلا خلينا نشوف السؤال الثالث. السؤال الثالث يقول: في أي سورة ذكرت معركة بدر؟ وأنا هم ذكرتها بالقصة. هل ذكرت في سورة الفرقان أم سورة الشعراء أم سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أم سورة الأنفال؟ أين ذكرت قصة معركة بدر أم شيماء؟ المساعدة. هالمرة احتاجت المساعدة. أي لأنه ما من البداية ما سمعت القصة الظاهر يعني. إيه بلي بلي. يلا خلينا نشوف وسيلة المساعدة من أستاذ محمد شنو يقول. نعم، تحياتي للأخت المشاركة. أنصحك بالإجابة الرابعة أختي العزيزة. الأنفال. نعم. طيب إذن يعني هاي مو تقريب مباشرة للإجابة حتى من تعرفها أم شيماء. نعم. حتى تربح ويانا الجائزة. مبارك لك يا أم شيماء، وربحت ويانا جائزة طبعا مقدمة من جامعة الوارث ومطبعة الوارث التابعتان للعتبة الحسينية المقدسة، إن شاء الله تستلميها من مقر القناة. شكرا جزيلا لاتصالكم. إذن أحبتي المشاهدين متواصلين وياكم ونستقبل جميع اتصالاتكم إن شاء الله. عندنا اتصال هاتفي. مريم، من وين مريم؟ من محافظة ميسان. نعم، مساء الخير مريم. مساء النور. أهلا وسهلا بيك يا مريم. مريم يمكن أول مرة شاركينا بالبرنامج؟ نعم أول مرة. أهلا وسهلا بيكم. شلونها معلوماتك القرآنية؟ زينة مريم؟ الحمد لله زينة إن شاء الله. يلا خلينا نشوف هسه إن شاء الله حتبين المعلومات القرآنية إذا جيدة إن شاء الله راح تروحين ويانا الجائزة إن شاء الله. مستعدة مريم؟ إن شاء الله روح للأسئلة مباشرة. نعم مستعدة إن شاء الله. إذن نقول بسم الله ونبلش ويا مريم بمجموعة الأسئلة. نبدي بالسؤال الأول. السؤال الأول يقول: في أي في أي سورة ذكرت هذه الآية: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين؟ خلينا نشوف الاختيارات. هل ذكرت في سورة الأحزاب أم سورة النساء أم سورة الحج أم سورة قاف؟ أين ذكرت؟ زين شو تقولين مريم؟ شنو إجابتك؟ بس ممكن تعيد لي الآية؟ أعيد لك الآية. ما قدامك شاشة؟ ما قدام. زين. لا لا مو يعني شاشة. خلينا نعيد لها الآية. انتبه علي مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. الاختيارات: هل هي سورة الأحزاب أم النساء أم الحج أم سورة قاف؟ عندك سورة النساء. زين، عندك انت وسيلة مساعدة أذكرك بها يا مريم بما أنه خلص الوقت. ترحين للمساعدة لو تثبتين على النساء. أخذ وسيلة مساعدة. خلينا نأخذ وسيلة مساعدة أفضل. خلينا نشوف أستاذ محمد شنو يقول. نعم، تحياتي للأخت المشاركة. الإجابة الصحيحة تكون محصورة بين الجواب الأول، تبهي الجواب الأول والثاني. الجواب الأول. زين، هسا نروح للأحزاب. نعم الأول. يعني مو سورة النساء. لا الأحزاب. طيب هو لأنه طبعا بها يعني لفظ النساء وخلينا سورة النساء على مود يصير إرباك المتصل، لكن هي الإجابة الصحيحة هي سورة الأحزاب. طيب طبعا هاي رقم الآية 30 تحديدا لسورة الأحزاب. يلا مريم عندي السؤالين، بس السؤالين عليك بعد إجابتهن. تمام، خلصت وسائل المساعدة. يلا خلينا نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني: أين ذكرت قصة قارون في القرآن الكريم؟ خلينا نشوف الاختيارات. هل ذكرت في سورة السجدة أم سورة الزخرف أم سورة القصص أم سورة الأنبياء؟ أين ذكرت هذه القصة، قصة قارون؟ عندك أحد يساعدك يمك مريم؟ لا ما حد يمي يساعدني. ماكو أحد يمك؟ نعم بس زيان. دقيقة، قصة قارون؟ أي أين ذكرت هذه القصة؟ سورة القصص إن شاء الله. زين، متأكد إن شاء الله من الإجابة؟ إن شاء الله. نثبت؟ نثبت. يلا نثبت على الإجابة. وأحسنت يا مريم، أيضا إجابة صحيحة، ذكرت هذه القصة في سورة القصص.
زين. يلا عندنا سؤال واحد فقط وإن شاء الله تربحون ويانا الجائزة. نعم. خلينا نشوف السؤال. ما تسلسل سورة الأنفال في القرآن الكريم؟ السؤال السابق. نعم. خلينا نشوف الاختيارات. هل تسلسلها 6 لو 8 لو 10 لو 12؟ بما أنه معركة بدر ذكرت في سورة الأنفال فراح تكون الأسئلة متعلقة نوعا ما بهذه السورة. إيش قد تسلسلها مريم؟ أي؟ نعم. لا أنت يمك المصحف تقدرين رأسا مباشرة جاوبين على السؤال. 10 إن شاء الله. زين. هي ضمن الجزء التاسع والعاشر. زين. نعم. يعني تسلسلها جيد تقولين؟ 10. تمام. طبعا هسه خلص الوقت، اريدك تثبتي لي على الإجابة، يعني تثبتين على 10 ولا لا؟ الله 10 اثبت. تثبتين على 10؟ نعم. شلون تأكدتي من هاي الإجابة 10؟ هسه انا اخذت إجابتك. القرآن موجود يعني. سورة الأنفال متأكدة تسلسلها 10؟ إن شاء الله. ما اعتقد، مستحيل. اتاكدي. ما اعرف يعني المعلومه اللي شفتها اكثر. لا لا اتاكدي، اذا القران المصحف موجود يمك راح تشوفين تسلسلها 8. هو انا اخذت الاجابه اصلا، اخذت الاجابه يا مريم وطولنا بهذا السؤال، لذلك انا راح ادخل اسمك بالقرعه وان شاء الله اذا بنهايه البرنامج ممكن انه تفوزين ويانا، تمام؟ لان هذا السؤال بسيط ومن الإمكان أنه تفوزين بي. طبعا المشكلة أنه نأخذ اسمها، مو مشكلة. شنو اسمها؟ مريم. مريم علي. مريم علي، نعم، من محافظة ميسان. طيب إذا أحد طبعا دخل بالقرعة ويانا ممكن نسوي القرعة، وإذا ما دخل أحد بالقرعة طبعا هي راح تفوز ويانا. طيب أحبة المشاهدين متواصلين وياكم، عندنا اتصال هاتفي لو ماكو؟ عندنا اتصال هاتفي، عندنا أيضا مريم ولكن هالمرة من محافظة بابل. السلام عليكم مريم. عليكم السلام. أهلا وسهلا بك يا مريم. مريم ها أنت يمكن متصلة بينا؟ أي متصلة. المتصلة القبلك هم اسمها مريم ولكن محافظة ميسان، ما ربحت ويانا، شو تقولين أنت راح تربحين إن شاء الله؟ إن شاء الله ممكن. يلا إن شاء الله. مستعدة مريم نروح مباشرة على الأسئلة؟ بعد. إن شاء الله. يلا خلينا نشوف السؤال الأول ويا مريم. السؤال الأول يقول في أي سورة ذكرت هذه الآية؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. أين ذكرت هذه الآية يا مريم؟ هل ذكرت في سورة الانشقاق أم سورة العاديات أم سورة سبأ أم سورة الأعلى؟ يلا مريم بدأ وياك الوقت وعندك وسيلة مساعدة لسؤال واحد فقط أذكرك بها. روح وسيلة مساعدة. يلا نروح وسيلة مساعدة مباشرة. طيب يلا خلينا نشوف أستاذ محمد شنو يقول. نعم، تحياتي للأخت المشاركة، أنصحك أختي بالاختيار الثالث. الاختيار ثالث سورة سبأ. اليوم أستاذ محمد مباشرة أكو بعض المتصلين مباشرة يجاوبهم على حتى ما يتعب المتصل أنه يفكر أو كذا. استاهلون استاهلون. الله يحفظك إن شاء الله. يلا طيب إذن هي سورة سبأ الإجابة الصحيحة وهي تحديدا الآية 18. يعني بما أنه المساعدة إجت بهذه الطريقة السؤالين الثاني والثالث ماكو بهن أي مساعدة، شو تقولين مريم؟ ماشي إن شاء الله. يلا إن شاء الله تجاوبين عليهن. خلينا نشوف السؤال الثاني شو يقول. السؤال الثاني، من القائل في هذه الآية؟ قال ربي اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. خلينا نشوف الاختيارات شو يقول. هل هو النبي عيسى أم النبي زكريا أم النبي شعيب أم النبي نوح عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ نبي زكريا. زين، متأكدة من الإجابة مريم؟ هالمرة جاوبتي بسرعة لأنه متأكدة من الإجابة مو؟ متأكدة. إن شاء الله نثبت. نثبت. يلا خلينا نثبت على هذه الإجابة لأن هي الإجابة الصحيحة يا مريم، أحسنتي. زين يلا عندنا سؤال واحد إن شاء الله وتربحين ويانا الجائزة. خلينا نشوف السؤال الثاني أو الثالث شو يقول. السؤال بسيط إن شاء الله، كم عدد آيات سورة الأنفال؟ خلينا نشوف الاختيارات.
هل هي 65 لو 71 لو 75 لو 79 آية؟ بما أنه اليوم قصتنا مرتبطة بسورة الأنفال فأكثر الأسئلة راح تكون عليها إن شاء الله. كم عدد آيات سورة الأنفال يا مريم؟ زين يمك المصحف، لو يمك المصحف كان تقدرين رأسا مباشرة طلعين الإجابة. يلا مريم بس يخلص الوقت أريد من عندك إجابة. أحد يمك يساعدك مريم؟ 75 أي. هاي طلعتها من القرآن الكريم؟ أي. أحسنتم. 75 آية هي الإجابة الصحيحة يا مريم، ونقول لك مبارك إليك، ربحتي ويانا الجائزة إن شاء الله بأقرب فرصة تزورون بها كربلاء المقدسة، تتفضلون إلى مقر القناة تستلمون الجائزة. شكراً جزيلاً لاتصالكم. طيب أحبتي المشاهدين، نذكركم بسؤالنا الأسبوعي. نعم سيظهر الآن السؤال على الشاشة. سؤالنا الأسبوعي يقول: كم مرة ورد اسم الغفور في القرآن الكريم؟ اللي يحب يشارك في هذا السؤال يرسل اسم الثلاثي والإجابة الصحيحة وأيضا المحافظة على الرقم الظاهر أسفل الشاشة، وإن شاء الله الأحد القادم نجري قرعة بالأسماء اللي مشتركة ويانا واللي أرسلت الإجابة الصحيحة. إذن نرجع لكم أحبتي المشاهدين لاستقبال الاتصالات. ويانا أمير من محافظة ميسان، مساء الخير عليك يا أمير. أميرة تسمعني؟ أميرة. أهلاً وسهلاً يا أميرة. أهلاً وسهلاً. الله يحفظكم. أول مرة تتصلون بنا أميرة صحيح؟ نعم هاي أول مرة. أهلاً وسهلاً. فاتحة خير. طيب إذن أميرة متابعة برنامجنا؟ هسه تابعتها صار أسبوعين. أهلاً وسهلاً بكم. طيب أميرة إذا متابعة البرنامج أميرة تدخلي أنا بسؤال السرعة صحيح؟ إي نعم. بسؤال السرعة نعم. إذن إن شاء الله إذا تعرفين آلية المشاركة بسؤال السرعة تظهر بي آية من دون نقاط، وعليك أن تقرين هذه الآية بصورة سريعة وصحيحة لأن المنافسة تعتمد على السرعة في الإجابة. تمام؟ إن شاء الله. إن شاء الله. خليك أنا على الاتصال ونستقبل متصل آخر. خلينا نشوف منو المتصل الآخر ويانا ليدخل بمسابقة سؤال السرعة. نعم. ويانا محسن من محافظة كربلاء. سلام عليكم يا أخ محسن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيك، نتشرف بكم. أهلا وسهلا. إذن يلا محسن أنت بعد إن شاء الله من المشاركين الدائمين للبرنامج. طيب محسن خليك على الاتصال، خلينا نشوف بالبداية الأخت أميرة وبعدها نرجع لك إن شاء الله. أميرة مستعدة إن شاء الله؟ نعم نعم وياك. طيب إذن راح تظهر الآن الآية على الشاشة وعليك أن تقريها بصورة سريعة وصحيحة أيضا حتى إن شاء الله تربحين ويانا الجائزة إن شاء الله. إذن الآن ظهرت الآية على الشاشة وبدأ ذاك الوقت. نعم. ومن أبيهم إن خلقكم التراب ثم إذا أنتم. نعم. إذا أنتم ومن أبيه إن خلقكم التراب ثم إذا أنتم. نعم. الكلمتين الأخيرة مو واضحة. نعم. وقتك يعني وصل 34 35. خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر. يلا أساعدك بس بهذه الكلمة. بشر. مبشرون. تنشرون. شنو؟ ثم إذا أنتم بشرا تنشرون. مو تنشرون، تنتشرون. نعم تنتشرون. نعم نعم شوية لين أول مرة متصل. أهلاً. لا لا ماكو أي مشكلة إن شاء الله. طيب يمكن شوية الآية شوية كانت صعبة عليك. إيه شوية صعبة. أول مرة أشارك. والمشكلة أنه عندك منافسك هو يعني الأخ محسن، وما شاء الله محسن مشارك الأخ محسن. يعني مجاباته سريعة جدا. خلي نشوف خلي نشوف الأخ محسن شو راح يجاوب على هذه الآية. أستاذ محسن مستعد إن شاء الله؟ نعم إن شاء الله. طيب إذن خلي راح تظهر الآن الآية على الشاشة و نعم ظهرت الآن الآية على الشاشة أخ محسن. بسم الله الرحمن الرحيم.
رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. نعم أحسنت أحسنت يا أخ محسن. طبعا فارق كبير بالوقت ونقول إن شاء الله حظ أوفر. بالنسبة لأميرة تدخل بالقرعة ويانا لو شو بس نشوف الكنترول. لازم تدخل بالقرعة ويا الأخت اللي ويانا مريم صحيح؟ طيب إذن خلينا نشوف القرعة. طبعا إنه اليوم الدورق بأسئلة السؤال الأسبوعي رح نجري قرعة يدوية. أميرة شنو؟ أميرة علوان من محافظة ميسان صحيح؟ صحيح. طيب من محافظة ميسان. إذن طبعا المتسابقات الاثنين من محافظة ميسان. أنا إيش راح أسوي؟ راح أجري القرعة بصورة يدوية تمام؟ وخلي نشوف من اللي يفوز ويانا. طيب إذن هذه تمام تمام. بعد ما نجري بالقرعة بس خلي نشوف من اللي يفوز ويانا من الأخوات. طبعا أنا حاليا أسويهن بهذه الطريقة وأختار بعض أو اسم واحد فقط راح نختار هذا. خلي نشوف من اللي فاز ويانا. طيب إذن اللي فاز ويانا مريم علي من محافظة ميسان عفوا. مريم أعتقد هي هم أول مرة تتصل بينا فمبارك إليك يا مريم. إذن أحبة المشاهدين قبل نروح نذكر بالسؤال الأسبوعي. خلينا نذكر بالسؤال الأسبوعي قبل لا نروح إلى ضيفنا. إذن رح يظهر الآن السؤال على الشاشة. اللي يحب يشترك في هذا السؤال. السؤال يقول كم مرة ورد اسم الغفور في القرآن الكريم؟ ترسل اسمك الثلاثي والإجابة الصحيحة وأيضا المحافظة على الرقم الظاهر أسفل الشاشة. إن شاء الله الأحد القادم رح نجري قرعة بالأسماء اللي مشتركة ويانا. طيب أحبتي المشاهدين عندنا وقت يقرأ الضيف بعض الآيات. نعم إذن أستاذ نعم أستاذ محمد نرجع لك نسمع فتشي سريع لدقيقة واحدة فقط آية أو بعض نعم آية أو بعض آيات القرآن الكريم القصار حتى يكون ختامها مسك إن شاء الله. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. أحسنت. نعم. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. شكرا جزيلا لك استاذ محمد. كنت ضيفا عزيزا رافقتنا طول هذه الحلقة. شكرا جزيلا لتواجدك معنا. الله يحفظك. تسلم. نعم أذن أحبتي المشاهدين وصلنا وياكم إلى ختام برنامجنا. أسئلتنا مستمرة وبرنامجنا مستمر وجوائزنا أيضا مستمرة. ما عليكم إلا تتصلون علينا وإن شاء الله إحنا ما نقصر وياكم بالمساعدة والجوائز. أحبتي المشاهدين انتظرونا الخميس القادم إن شاء الله في نفس الساعة 9:00 مساء موعد حلقتنا إن شاء الله وأسئلة جديدة
برفقتكم تكون إن شاء الله. أحبتي المشاهدين في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل ونقول لكم في النهاية تصبحون على ألف خير. ابتداء الخلق حلق نورهم بالعرش ينهل من سنى القهار، هم آية القرآن في عجازه نصر الإله بصولة الإيثار. سفن النجاة، سفن النجاة.